الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا ليحكم بينهم يوم القيامة ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. تكبير ما شاء الله. What do you guys think? Don't we want this khair to continue? Do we want this khair to continue or not? That was not loud enough. Do we really want this khair to continue? Okay then.